جرادل بيب يزاها محتاجين ايه اكتر من اللي عملناه في المباريات اللي فاتت؟ اسلحة كوتوفوار او اخطر حاجة عند كوتوفوار هالة راس الحربة، وهالة كمان لانه لعيب بينزل كتير قوي في وسط الملعب، فبالتالي بيحط دايما مشاكل للمدافعين، اروح وراه ولا لا، لازم اروح وراه واقطع الكورة، او لو مش هروح وراه لازم اسلمه لحد. الوينجات بتاعت كوتوفوار قوية قوي في الواحد على واحد، انا مطلوب مني ان انا ما عايشهمش موقف الواحد على واحد كتير، عشان كده انا متحمس اكتر لفكرة زيزو وعمر مرموش على الوينجين، عشان هيلعبوا جيم دفاعي شبه زيزو ومحمود حسن تريزيجيه لما كان في التوب ايام هيكتور كوبر، فبيمنعوا موقف الواحد على واحد كتير. طيب لو اتحطينا بقى في موقف واحد على واحد خلاص، واضطرينا نلعب الجيم اللي هو بتاع كارلوس كيروش 4-3-3 واتحطينا في موقف واحد على واحد، مهم جدا ان الاثنين قلبين الدفاع بتوعنا يكونوا دايما فاتحين الملعب وفي ظهر الفول باكس، عشان الموقف واحد على واحد يبقى 2-1. طيب لما هنعمل كده يبقى لازم لعيب وسط الدايره او لعيب الدايره اللي هو محمد النني يكون عنده برجل كويس وعنده رؤيه كويسه لانه يرجع ياخد مكان المساحات اللي فضيت. عشان ده يحصل لازم يعني، ده لو حصل بالتتابع اللي انا بقوله لك ده هتقلب ماتش نيجيريا، هنلاقي نفسنا 10 جوه منطقه الجزاء وبندافع، وده مش مطلوب. فعشان كده الدور بقى الاكبر من كل اللي انا قلتهم دول، المجموعه اللي قدام تبقى بتضغط عالي بشكل كويس، وانك تاخد فاولات زي تونس، يبقى عندك حد زي اللي مسكني عارف يوقف لك الكره شويه وهكذا يعني. بالظبط كده.